ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا على الهواء مباشرة ومكملين معاكم بنتكلم عن اليوم العالمي للمرأة. كل سنة والمرأة المصرية بخير، كل سنة ونساء العالم كلهم بخير. الحقيقة بنتكلم على ان المرأة طول الوقت بتكافح عشان تحصل على حقوقها، المفروض ان هي مكفولة ليها وده شيء بديهي جدا، ولكن يبدو ان هي بتحاول على قدر المستطاع الحصول على حقوقها المفروض ان هي تحصل عليها عشان توفر المجهود وتوفر الوقت وتوفر طاقتها، ولكن يبدو من ان ده مش الواقع الحقيقي، لان الصور واللقطات المميزة لضيفتنا النهاردة المصورة الصحفية الشيماء جمعة بتأكد هذا الكلام. الشيماء جمعة مصورة صحفية موقع الوادي الإلكتروني، خلينا نلقي الضوء على هذا الموضوع أكتر وأكتر من خلال الشيماء جمعة المصورة الصحفية. ضيفتي النهاردة صباح الخير ونهاركم دايما سعيد. شيماء، خلينا نتكلم إنك واحدة من بنات حواء اللي بيحتكوا بكل ذهنيات وكل مجالات العمل، أنت شايفة إن وضع المرأة في مصر الفترة دي عامل إزاي وهتكلميني عنه إزاي؟ أنا شايفة إن في تطور كبير، مش مكان الأول كان في كانت المرأة ما بتحصلش على كل المناصب، دلوقتي بقى في حرية أكتر من كده، إن كانت ما خدتش كل حقوقها لكن إلى حد كبير بقى في حقوق كبيرة أخدتها بالنسبة لزمان. يعني دلوقتي ممكن تلاقي المرأة شغالة أو ماسكة مناصب، كمان مناصب حساسة زي تهان الجبالي مثلا، قضاء دوت ما كانش موجود زمان، والتصوير بالنسبة ليا ما كانش فيه مصورات صحفيات، دلوقتي بقى دوت موجود بالنسبة لزمان. ولكن الحقيقه قبل الهوا سالتك يا شيماء، قلت لك انت كمصوره صحفيه بتحسي ان في نوع من التمييز قد يكون من خلال مهنه المصور الصحفي، هل بتشوفي ان في تمييز للرجل اكثر بالنسبه للمراه؟ هل بيعتبروا المصور الصحفي الرجل اكثر جراه واكثر انتاجا في مهنته اكثر منك؟ قلت لي انا حاسه بفرق. ده صحيح، هو معظم رؤساء اقسام التصوير بيفضلوا ان هم يشتغلوا معاهم شباب او رجال احسن اكتر من الست، لان هم بيشوفوا، يعني هم بيقولوها صراحه كده، البنت بتعتبر نص مصور، مش هقدر ان انا ابيتها او ان انا اديها شيفت نايت، مش هقدر ان انا انزلها اشتباكات، مش هقدر ان انا انزلها في مسيرات فيها اخوان، فكل دوت هم في غنى عنه، على الرغم ان احنا بنعمل كل دوت، يعني في بنات بيشتغلوا وفي بنات بينزلوا اشتباكات وكل دوت موجود. هنقفل التليفون معلش. طب يعني وانت بتقفلي الموبايل خلينا نتكلم بقى على المرأة، هل هي مقصرة في حق نفسها؟ هل هي ادواتها اللي بتشتغل بيها ادوات مش مظبوطه قوي؟ خلينا نتكلم المشكله فين من وجهه نظرك بالنسبه للمراه. انا شايفه ان هي مش مقصره، ولكن في نظره معينه بتبقى موجوده للمراه، المجتمع نفسه ما بيبقاش عارف قيمتها ومش بيبقى عارف ايه هي نقط المميزات اللي بتبقى موجوده فيها ومش عارف ايه وجه الاختلاف. هي نفسها الى حد ما في سيدات بتبقى مش عارفه ايه الحاجات اللي هي تقدر تقدمها، مش عارفه قيمه نفسها، مش عارفه ان هي ازاي تقدر تقدم ايه. يعني مشكله مشتركه من وجهه نظرك ما بين المجتمع وبين المراه. بالظبط، هي في سيدات بتنحصر او فاكره ان هي تقدر بس ان هي تقدم شغل بيت او كده، ولكن انا شايفه عكس كده خالص. الست تقدر ان هي، في ستات كتير بيعرفوا ان هم يواظبوا بين شغل البيت وكمان بيبقوا ناجحين في عملهم وفي تربيتهم لاولادهم. طب انت لما بتشتغلي كمصوره صحفيه بتركزي على الموضوعات الخاصه بالمراه بس؟ التصوير الصحفي شامل، ما بيبقاش في حاجه معينه بنركز عليها، ولكن في اقسام اللي هي القسم الخاص بالمراه بيبقى شغالين ان هم يظهروا كل دوت. يعني مثلا في مجال كنا بنشتغل فيه بيظهر بيقول ايه هي ازاي ان المراه في حد ذاتها، كنا شغالين على الموضوع دوت، ان حاجه اسمها الاداره امراه، ازاي ست قادره ان هي تواظب بين شغل البيت وفي نفس الوقت ناجحه جدا في شغلها وناجحه في علاقتها بزوجها وناجحه في تربيه اولادها، وان هي ازاي بتقدر تخطط في كل دوت تقدر تعمله. طب انت شايفه جيلك من البنات يا شيماء جيل يعتبر مميز الفتره دي، جيل ما اتظلمش، ولا شايفه ان بيجيلك برضو ايضا جيل مظلوم كامراه ومفروض ان هو يحصل على حقوقه اكثر بشكل افضل؟ بالنسبه لزمان طبعا احنا في حاجات كتير قدرنا ان احنا نحصل عليها، بقى في حريه اكتر، بقى في البنات بينزلوا اكتر بالنسبه لزمان، ولكن برضو يعني انا شايفه ان في حاجات احنا لو كانت مش موجود عندنا وكانت موجودة عند أهلنا أو أبانا وأمهاتنا كانوا هيقدروا يعملوا اللي احنا قدرنا نعمله أكتر، لأن هم اللي ساعدونا يعني إن احنا نوصل لكده. أنا في شغلي كان في مشاكل كتير، إن أنا بنت وإزاي إن أنا بنت أشتغل مصورة صحفية وإن ده ما ينفعش، والدتي هي اللي وقفت جنبي وهي اللي ساعدتني وقالت لي كملي وأنا هفضل جنبك ما تلاقيش خالص. دي وجهة نظر مين إن أنت كبنت أو كامرأة ما تشتغليش شغلة المصورة؟ اولهم الصحفيين نفسهم يعني زي ما قلت لك رؤساء الاقسام بيعترضوا ان بنت شغاله مصور صحفي، ثانيا الاهل والاقارب، وفي عادات وتقاليد المجتمع لسه ما تخلاش عنها، لكن والدتي وقفت جنبي قالت لي لا مالكيش دعوه بحد وانا هفضل معاكي طالما انت
محافظة على عاداتك وتقاليدك وأخلاقك. كملي وأنا هكمل معاك، متقلقيش. تمام، خلينا نستعرض الصور اللي انت صورتيها شيماء ونتكلم عنها، وتعلقي لي على الصور دي ووضع المرأة من خلال كل اللقطات اللي انت خدتيها. تمام، بنستعرض الحقيقة الصور بقى في البداية، ونشوف تعليقات الشيماء جمعة المصورة الصحفية على كل صورة هنشوفها مع بعض. وعلى بال ما تظهر الصور كده، على بال ما تظهر صور، خليني أعرف شيماء، أنت بتقولي لي عندي مشكلة حتى في العمل بيميزه الرجل، يعني أدي أول صورة أهو نبدأ نتكلم عليها ونعلق عليها. دي صورة يوم 30/6. السيدات كان عددهم كبير جدا جدا جدا، اكتر من الرجال، وكان في تعاون بينهم في نفس الوقت. قدرت ان انا انزل واصور، وهم ساعدوني كمان ان انا اطلع وانزل واتحرك. ما كانش في اعتراض خالص ان انا اصور، وكان فعلا متحمسين لسياستهم او لوجهة نظرهم. يعني انت عايز تقولي ان التجمعات دي ادتك فرصه ان انت تقدري تشتغلي بمنتهى الحريه، ولكن خليني اقول ان الصوره يا شيماء زي ما احنا شايفين كلها تجمعات سيدات. مظبوط، فعلا ده حقيقي. كانت نسبة السيدات كبيرة جدا أكتر من الرجالة، في خصوصا قدام عند المنصة. طب ولو افترضنا ان التجمعات دي تجمعات رجالة، خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة بقى، أكيد بتبذلي مجهود مضاعف، خلينا نعرف تتصرفي إزاي. طبعا أول حاجة، أنا لما بيبقى في رجالة كتير بحاول على قد ما أقدر إن أنا ما أدخلش أتغوط جوه، مش زي السيدات. تاني حاجة، لما بدخل بيبقى معايا حد، زمايل المصورين كلنا بنبقى بعض، ما بنبقاش واحد بس أو واحدة هي اللي داخلة في وسط رجالة، بيبقى صعب. وزي ما قلت لك، المجتمع بيرفض ان بنت داخله وماسكه كاميرا وداخله تصور، دي حاجه هما بينظروا لها نظره تانية. شيماء، بس النظره ما عادش موجوده زي الاول قوي كده، احنا بنشوف البنات موجودين في كل حته. ده حقيقي، هما فعلا البنات موجودين، بس موجودين مش معنى ان هما موجودين ان مفيش عقوبات او في مشاكل بتواجههم، لا، في مشاكل بس هما بيقدروا يتغلبوا على الحاجه دي. تمام، خلينا برضو نكمل استعراض بقيه الصور. دي بنت كانت والدتها شايلاها وكاتبه لا للارهاب ورسم علم مصر. وكان اغلب، على فكره، اغلب السيدات اللي كانوا هناك كان معاهم اطفالهم، ما كانوش نازلين لوحدهم، كانوا شايلين ولادهم ومعاهم. كنت ده شايفه ده ازاي كمصوره صحفيه؟ يعني انا شايف لقطه دلوقتي مثلا واحده بالنقابه اهي وبتشارك في تظاهره، خليني اعرف شفتي اللقطه دي ازاي؟ اللي انا عايزه اقوله لك ان يوم 30/6 يعني كان في معترضين على الحكم برضه منقبات، مش بس هم اللي كان بشعرهم واللي كانوا كده يعني. لا يعني عايز اعرف النظره دي، انا لما ابص لاول وهله كده اعتقد ان المراه دي قد تكون بتدعم جماعه ارهابيه بعينها والاخر، ولكن وجودها في ظل هذه التظاهره في 30/6 انت شفتيه ازاي كمصوره صحفيه؟ دوت في حد ذاته تميز، ان واحده منقبه موجوده في يوم 30/6 نازله التحرير وتقول لا، فدوت هو دوت اللي خلاني اخد الصوره ديت، هو ده اللي خلاني يعني، هي كده مميزه عن الباقي. شفتي ردود الافعال حواليها ازاي؟ لا، ما كانش في اي مشكله، كان الناس كلها متعاونه. نتكلم على اللقطه دي. هي الست ديت هي طلبت مني اصورها وقالت لي انا مبسوطه ان انا نزلت وعايزاكي تصوريني وانا ماسكه العلم بتاع مصر. انت حاسه ان دور المراه المصريه كان اكيد دور مؤثر في ظل هذه التظاهرات والتعبير عن الراي في 30/6؟ طبعا طبعا، ومش بس في 30/6، في 25 يناير. وزي المثال على كده، البنت المسؤولة كانت السيدات أو البنات بيتقدموا كل المسيرات وأغلب، وكمان كان في الاشتباكات لما كنا بننزل كنا بنشوف بنات وسيدات واقفين في الأول، ما كانوش بيخافوا. طب الصورة دي أنا شايف تجمع للسيدات، ومع ذلك برضه أنا شايف رجال كتير موجودين هم في التظاهرة، خليني أقول اتصورتي الصورة دي، وأبدو الصورة اتصورت من مكان من مرتفع. فوق، أيوه، ديت صورتها من على المنصة، طلعت على المنصة هم ساعدوني وأخدت الصورة ديت بحيث إن أنا أبين العدد ده كله، وفي نفس الوقت سيدات كتير. ما كانتش بتواجه اي مشاكل انك تطلع على المنصه او انك تكوني موجوده في مكان مرتفع؟ غالبا لا، يعني اجراءات امنيه بس، انت طالعه فين، كارنيه النقابه او كارنيه الجورنال اللي انت شغاله فيه وبس. نعلق على الصوره دي خاصه ان هي معبره واعتقد علم مصر، انت ما اعرفش انت جايباه ازاي بقى بالحرفيه دي. الصوره ديت انا عجبتني عشان خاطر الست لابسه، لو تلاحظ ان هي علم مصر، وفي نفس الوقت بورتريه، وفي نفس الوقت العلم مصر، يعني انا حسيت ان الصوره دي بتعبر فعلا ان الست فعلا ليها دور مهم ان هي تشارك في الثوره او تشارك في اي اتجاه سياسي. نعلق على الصوره دي برضو. دي بنت انا خدتها كانت والدتها شايلاها على كتفها، فحبيت ابين ان برضو ان في اطفال بينزلوا وبيشاركوا بيهم. طيب انت انا واضح ان مامتها مش باينه في الصوره، ما طلعتهاش. لا لا لا، انا بس حبيت اطلع البنت واخليها هي برضو مميزه في وسط الباقي، واخلي النت عليها وفلو كلها على اساس مشاركه الاطفال. نتكلم على الصوره دي. ديت واحده بنت كانت متحمسه جدا وكانت بتهتف، عجبني ان هي شايله علم مصر وحماسها، وحاولت ان انا اخد برضو خلفيه
الناس المتظاهرة. هو يبدو ان الخلفيه كمان مش هي بس اللي بتهتف، ده الخلفيه كلها بتهتف ايوه بمنتهى الحماس. او انا شايف الخلفيه كمان تجمع للرجال في خلف الصوره، ايوه ايوه يعني اهو نعلق برضو على الصوره دي. دي كانت الصوره ديت اخذناها، رحنا انا ومحرره بين السرايات في الاحداث اللي حصلت بين الاخوان وبين اهل بين السرايات، فكان في هناك ناس ماتت من ضمنهم شباب. الاتنين دول كانوا قرايب ولد توفى يعني، فاخدت اللقطه ديت وهم بيوصفوا قد ايه هم كانوا عانوا يعني من اللي حصل. متأثرين. ديت ام زيزو، ام مين شيء زيزو؟ زيزو دوت ولد كان طالع هو مروح، كان بيشتغل وهو مروح البيت، فحصلت الاحداث مات وهو مروح البيت يعني. فهي بتقول انا ابني ملوش اي ذنب في اللي حصل. الصورة دي ديت عمتهم يعني وبرضه أنا كانوا شايفهم طبعا بيشتغلوا. متأثرين. دي صورته بقى. لا ديت والدة واحد اسمه كرم، كرم دوت ساكن بعيد بعيد عن بين السرايات، عرف ان في ضرب في بين السرايات فاضطر ان هو يجري ويشوف مامته ويطمن عليها. والدته قالت له ما تجيش خليك عندك، قال لها لا مش هينفع اجي اسيبك. هو كان سواق تاكسي فهو جاي اتضرب بالنار يعني ومات. الصورة دي ديت ست كانت بتحكي المشكلة، بتقول أنا كان عندي 3 بنات وكان في أحداث وضرب نار برا، ف كنت خايفة مش عارفة أعمل إيه. طيب خليني اتكلم يا شيماء على دورك انت بقى في مؤسستك الصحفيه. انت بتقولي لي بيميزوا الراجل شويه وبيعتبروا ان المراه في يعني التصوير يعني بيعتبروها نص كمستوى مش كامل. انا عايز اعرف انت بتأدي دورك ازاي عشان تثبتي بقى العكس، يعني ازاي المراه المصريه تبين لرؤسائها ان انا جديره بهذه الوظيفه، جديره ان انا انزل في اي معترك او اي مكان اقدر اكون فيه ند للرجل. هو في حاجات انا مش هقدر اعملها زي مثلا الشيفت النايت والبيات دوت، انا مش هقدر اعمله كبنت الطبيعي يعني، ولكن في اشتباكات وفي حاجات بننزلها، كل حاجه تقريبا بننزلها يعني. في صور كتير نزلت صورتها للاخوان رغم ان هم بيعترضوا ان بنت تنزل وتصور او ان بنت اصلا تشتغل في حد ذاتها، بس بنزل وبصوره. واشتباكات كتير نزلت وصورت ونزلت في الجرايد. لما بيكون عندك الرغبه انك تنزلي وتتقالي كلمه لا في كلمه واحده بتعمليها؟ لو ايه يعني تلاقي رئيسك بيقول لك لا ما ينفعش انك تنزلي وانت عندك رغبه انك تنزلي، بتعملي ايه؟ مش بقول حاجة في الأول في الآخر، أنا مبقدرش أعمل حاجة، بس اللي أنا عايزاه بعمله بعد ما الشغل يخلص يعني. بتثبتي وجودك، بالظبط ودايما المرأة المصرية شيماء بتثبت وجودها في كل المجالات. المصورة الصحفية شيماء جمعة بحييكي مرة تانية وبشكرك على تواجدك معنا النهاردة، وإن شاء الله هنلتقي ومزيد من الانتصارات للمرأة المصرية. شكرا لحضرتك. مشاهدينا المرأة المصرية موجودة في كل المجالات، وزيرة وسفيرة وأم وممرضة ومدرسة ومعلمة، وكل المجالات موجودة فيها المرأة المصرية مؤثرة، ووجودها ما نقدرش ننكره مزيد من التقدم للمرأة المصرية. كل سنة وكل ست طيبة بمناسبة يوم المرأة العالمي. خلصت فقراتنا النهاردة مشاهدينا، فقرات نهارك سعيد مستمرة يوميا منذ 9 صباحا حتى 11. شكرا لكم على حسن المتابعة، أشوفكم دايما على خير.